مشكلة برضو من المشاكل اللي بتواجهنا يوميا في كل البنات اللي من سن 22 لغاية سن 40، ان هي لما تيجي تتجوز بعد الرضاعة كان عكس اللي كان بيحصل زمان. كنت تلاقي الست دايما في مقولة مشهورة تقول الست بعد الرضاعة الثدي بتاعها بيبقى اجمل وبيبقى مليان اكتر. دلوقتي حصل خلال اخر 15 سنة ان احنا بنلاقي ان الست بقى او البنت بعد ما بتبتدي تخلف او تخلف او تبتدي ترضع بيظهر مشكلة ان الثدي بيحصل له ضمور تماما. الضمور ده بيعكس او حالة سلبية للبنت او للسيدة اللي لسه متجوزة، وبيحصل ان الثدي بعد ما تنتهي مرحلة الرضاعة سواء كانت شهر او لغاية سنتين بيحصل ضمور لكل الانسجة والدهون اللي فيها ويبقى الصدر كأنه كيس فاضي. فدي من اكتر الحاجات اللي واجهناها واحنا عاملين ابحاث دلوقتي عشان نعرف ايه السبب ان المفروض المقاييس المعترف عليها ومكتوب في الكتب والابحاث العالميه ان بعد الرضاعه الثدي بيكبر نسبيا وبيبقى مليان، بيبقى شكله مفروض جذاب اكتر. لا، الحاصل الحقيقه العكس، ان بيحصل ضمور في الانسجه بتاعه الثدي، وغالبا ليه علاقه بالعادات الغذائيه اللي انتشرت في العالم والجانك فود حاليا، فكلها دي موجود فيها هرمونات. الهرمونات دي بتاثر بالسلب على بعض الانسجه في الثدي وخصوصا توزيعه الدهون في الجسم كله بالاخص منطقه الثدي. فاحنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل الـ بعد الرضاعه ما تخلص تماما ونتاكد ان ما فيش اي لبن نزل من الثدي، ان احنا بناخد المريضه وبنعمل لها تكبير للثدي، او لو هي عندها انسجه بس حصل لها ترهل بنرفع الثدي لفوق ويبان ان هو كانها لسه ما رضعتش وكانها بنت صدرها مليان وشكله جذاب اكتر.